القافلة الطبية التي نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح المواطنين أجرت 70 عملية جراحية في المخ والأعصاب على مدار 10 أيام بمستشفى النهضة. وبهذه المناسبة بادرت وزارة الصحة العامة والوقاية إلى تكريم الأطباء الذين بذلوا جهدا كبيرا، فقد أظهرت دورا ملموسا في علاج المرضى وتقديم العلاج المجاني للمواطنين. وقد أوضح رئيس بعثة القافلة الطبية عن الهدف من إقامة القافلة: الفريق الطبي من فضل الله سبحانه وتعالى قام بإجراء العديد من العمليات الجراحية في كافة فروع جراحة المخ والأعصاب من قبل أساتذة واستشاريين مختصين، في وجود فريق متكامل من التخدير وأيضا فني التخدير وكذلك التمريض وكذلك استشارية العناية المركزة للكبار وللصغار، قام بكل هذه العمليات في هذه الفترة الوجيزة. كما طالب وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بعثة القافلة الطبية على تقديم المزيد من الخدمات الإنسانية في مجال التعاون بين الدولتين. ثمرت العلاقات الممتازة بين تشاد والمملكة العربية السعودية، والتي ظلت بفضل رئيس الفترة الانتقالية الجنرال محمد إدريس ديبي إدنو والملك خادم الحرمين الشريفين أول مرة، والكلام ده يعني أكرره، تحصل قافلة ناجحة في تاريخ تشاد. تجدر الإشارة إلى أن الحفلة الختامية للخدمات الإنسانية توجت بتكريم شهادات إفادة لأطباء القافلة الطبية التي قدمت خدمات صحية لصالح المواطنين.